الله الرحمن الرحيم. وطبعا النهارده بالنسبه لي عيد ان انا استرجع الدفعه تاني من بعد 35 سنه. يا دوبك الواحد خلص كليه والواحد دخل طريقه. هم مثلا حوالي 10 متصلين ببعض، لكن هي ذكريات. حسام طبعا مشكور جدا ان هو لمنا ورجعنا تاني بالذكريات ونسترجع. يمكن الاسترجاع ده يحسسنا ان احنا ما عادش خلاص بقى احنا ايه هننطلق الحياه مره اخرى يعني باذن الله يعني. وان شاء الله اتمنى ان احنا نكرر الزيارات دي ونتجول فيها، نجيب معانا اولادنا وتبقى اوسع واكثر بالسوشيال يعني. انا زرت الدكتور عيسى عمر مدير الطب جامعه قناه السويس شؤون البيئه استاذ روماتولوجي، وعندي ابني حامد طبيب اسنان تزوج، وعنده عمر حفيدي واحمد حفيدي برضه الحمد لله، وعندي بنتي هدوء في الطب السنه دي، وعندي بنتي حنان في الطب، وعندي حمزه في ثانيه ثانوي. ربنا يسهل بقى على الطريق كلنا ان شاء الله يعني باذن الله.